مرحبا، اليوم وصفتنا الميني كوكيز طلعوا معنا بهذا الشكل الحلو. خلينا نشوف الطريقة مع بعض. بنجيب جات وسط، بنحط نص كوب سكر أسمر ونص كوب سكر أبيض، وراح أضيف عليهم كوب كبير زبدة تكون بحرارة الغرفة تقريبا 220 جرام بالظبط، وبيضة حجم كبير، وملعقة كبيرة فانيليا. وهلأ راح نحرك كل المكونات مع بعض، بنضل نحرك فيهم لتذوب الزبدة والسكر مظبوط. وهلا راح اضيف عليهم تقريبا كوبين ونص طحين 325 جرام، وراح اضيف نص ملعقة نشا كبيرة وملعقة صغيرة بيكنج سودا ونص ملعقة صغيرة ملح، وراح اضيف واحد كوب شوكولا اسود واحد كوب شوكولا حليب، وراح نحركهم مع بعض ليصير في عنا عجينة متماسكة. هيك العجينة بتكون جاهزة، هنحطها تقريبا شي ربع ساعة من برات لتشد شوي وبنرجع بنقرصها. وهلا بعد ما ريحنا العجينة من برات تقريبا شي نص ساعة، رح ناخد منها شقف صغيرة ونمدها بهالطريقة. وهلا بنبلش نقطع فيها قطع صغيرة. لنسرع العملية بنبلش نعمل بهي الطريقة، وهيدي كمان الصينية التانية اللي حضرناها كمان عن طريق. هلا بتجيبوا أي مربى بتعبوهم بهيدا الشكل، بتسكروهم، فيكن تحطوهم برا البراد لمدة شهر كامل.